السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طبعا يا شباب عاملين ايه الاخبار؟ يا رب يكون كل بخير. احنا بنعمل حاجات كتير قوي في يومنا، تمام؟ بنوصل لاهداف كتير، تمام؟ بس ما بنعرفش نشجع نفسنا. لازم احنا نشجع نفسنا بنفسنا، عشان اساسا احنا مش عايزين نستنى اي حد يجي يشجعنا، لا احنا نشجع نفسنا بنفسنا. ازاي بقى ان انت تاثر بعد ما تعمل هدف صغير او كبير، تمام؟ تحاول ان انت اساسا تشجع نفسك ان انت تعمل حاجه صغيره تكافئ نفسك بيها، والحاجه دي يا معلم يعني انت بقى دي اللي انت تحددها، يعني دي اللي انت تحدد انت عايز تكافئ نفسك، عايز تكافئ نفسك بنفسك ازاي. وبس يا جماعه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. باي.